مشاهدينا مجددا تحية لكم أينما كنتم في متابعة للدور أو المباراة الترتيبية من أجل المرتبة الثالثة في البطولة العربية للأندية الفائزة بالدورة والكأس. الشوط الثاني لقاء النادي الإفريقي والكويت. الكويت الشوط الأول انتهى بالتعادل 16-16 بين الفريقين. في شوط أول كان فيه الأفضلية للناحية الهجومية دفاعيا من زوج فرق ما كانش أداء عالي باستثناء تألق حارس حسن صفر حارس فريق الكويت الكويتي اللي عمل محمد علي 11 تصدي من جملة 26 ونسبة نجاح 42% اللي هي نسبة عالية مقارنة بحارس النادي الإفريقي عمل نسبة نجاح 21% 4 تصديات من 19 تسديدة. بالتالي يمكن هذا اللي عمل الفارق. الشوط الثاني شلون تغير؟ يبدو انه محمد مسعودي باش يشرك اللاعبين اللي يمكن اكثر خبره واللي متمرسين بالمقابله هذوما. رامي حميم باش يبدا من البدايه، رجع معاذ العياري في التركيبه الاساسيه، زهير الجوري كلاعب جناح ايمن يبدا من البدايه. اللاعب اللي كان في الشوط الاول بصراحه قدم اداء مميز جودرسون لاعب النادي الافريقي الى جانب يدخل كجناح ومخيار. انا اكيد برشا تحثوا على لاعب معتز بوبكر على اساس انه لاعب نجم يكون قادر يعطي اضافه في النادي الافريقي مكان حمزه المهذبي اللي في الشوط الاول ما كانش في افضل حالاته. حمزه اللي كان المفروض معناه ملاعبي ليدور معناه في الفريق هو اللي يعطي اضافه، لكن كما قلت محمد علي فشل في الفريمات 7 امتار من الجناح زاد تصدى له الحارس. بالتالي هنا الشوط الثاني يضر النادي الافريقي باش يعطي كل ما عنده باش يطلع على منصه التتويج. اكيد النادي الافريقي باش يعطي كل ما عنده من اجل انه يكون في المرتبه الثالثه في هذه الدوره والبطوله العربيه. والهجوم الاول في هذا الشوط الثاني للنادي الافريقي يرجع جريجا اوكليسن لهجوم النادي الافريقي رغم الاصابه ورغم انه مش في احسن عطاء ليه خاصه على المستوى الصحي. كما قلت قاعد يتوجع بركبته جريجا اوكليسن، لكن محمد المسعودي يواصل ويعول عليه على مستوى الهجوم وملاعب ذكي برشا على مستوى الهجوم. يبدو لي ان الكره دخلت للمرمى كرة معتز بوبكر الأخيرة يبدو أنها تجاوزت الخط الأخير للمرمى. ها قدامكم الإعادة، الكرة تجاوزت أكثر من نصف نتاعها الخط الأخير للمرمى، وبالتالي كان على الحكام احتساب الهدف للنادي الأفريقي. مشكورة سونيا بالعم وكل زملائي التقنيين والمصورين اللي يتولوا هدف للنادي الافريقي. كان علاء طاقم التحكيم انه يحسب الهدف هذا للنادي الافريقي. قلت شكر كبير لكل زملائي التقنيين والمصورين اللي امنوا لكم هذا النقل المباشر لتقريبا كل مباريات هذه البطولة العربية. وكيف كيف باش تواصلوا متابعة كرة اليد على التلفزة الوطنية من خلال البطوله الافريقيه اللي باش تلعب ايضا هنا في الحمامات. ونذكروا مشاهدينا الكرام انه التلفزه الوطنيه على شبكتها الارضيه باش تولى اليوم بدايه من 7:30 ان شاء الله بث مباراه المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البرازيلي لكره القدم بدايه من 7:30 على الشبكه الارضيه للقناه الوطنيه الاولى تونس البرازيل. المباراه اللي باش تلعب في حديقة الأمراء في البارك دي برانس في باريس. إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي في هذه المباراة المهمة على درب التحضير لمونديال قطر 2022. وهوني خطأ في الهجوم للكويت الكويتي وترجع الكرة للنادي الإفريقي. غريغا يحاول المرور يحاول التمرير للكرة. غريغا كأنه مش قاعد ما يحبش يمشي برشا للكونتاكت، ذاكر قاعد يتفادى في برشا كونتاكت بسبب الإصابة اللي يعاني منها على مستوى الركبة. وأكيد غريغا قدامه جياد جابالا اللي قاعد يطلع له سنترال، قاعد كل مرة يقلق فيه مع محاصرة الحمام. تو باش فما حلول باش يولي، لأنه حمام باش يعمل برشا ثغرات في دفاع فريق الكويت الكويتي. وتسعة أمتار للنادي الإفريقي رينا في الدقائق اللي فاتوا، ثلاث دقائق عاجز الفريق الكويتي على تمرير الكره لجياد جابالا مع دخول رامي حميم في التركيبه الاساسيه. ورينا في اول عمليه كيفاش رامي كان اقوى في الدفع من اللاعب جياد جابالا، لكن ضيع ترجع كره لفيتا الكويت الكويتي. الهجوم المعاكس السريع جياد جابالا تمرير التسديد ويسجل 18-17 بعد كره ضايعه
على النادي الافريقي. يرجع اكيد محمد علي 100% اول مره المجموعه هذه التركيبه تلعب في النادي الافريقي توا. الخط هذا كمنسق لاعب خالد الحاج يوسف معناها في التركيبه الاساسيه الى جانب اللاعب الاجنبي في النادي الافريقي ومعاه معاذ عياري اول مره تلعب مع بعضها، بالتالي لازم شويه وقت باش نشوفوا يمكن عمليات تنجم توصل وتجيب اهداف. كره اللي فاتت النادي الافريقي غريغا يدخل معاذ كلاعب دائره ثاني، تمشي الكره رامي حمام معناها محمد علي واضح انه شوف خبره ذكاء تمركز جيد وهذا برود الدم برود الدم قلنا هذا المفروض انه راهو في الشوط الاول في عمليه ذي حسن صفر حاول يسكر لكن عمليه ركولات يمكن باش يغالطوا دفاعا وهجوما ناجح توا رامي حمام بعد اربع دقائق لعب في الشوط الثاني وتشوفوا زاد رامي حمام شنو نجم يعمل مع جهاد جاب الله من ناحيه التمريره كانت ممتازه ايضا من خالد الحاج يوسف ذكر كانت تمريره ممتازه من خالد الحاج يوسف اللي قاعد يلعب على مستوى الهجوم كمنسق لعب ويرجع الهجوم للكويت الكويتي. سيف العدواني يحاول المرور بغريغا يتمكن من المرور، اللاعب مصاب ماهوش نجم يعطيك 100% على مستوى الدفاع. نعرفوا في كرة اليد يلزم اللاعب يكون واقف كما يلزم على ساقيه خاصة قدام الملاعبية اللي يحذقوا ليفانت ويحذقوا المراوغات في كرة اليد، يلزم يكون عامل ليزابي نتاعو كما يلزم. اللاعب اللي يتولى الدفاع غريغا ماهوش في أفضل حالته الصحية كما قلت، ماهوش قاعد يدافع 100% اللاعب هذايا. ويرجع الهجوم للنادي الافريقي، خالد الحاج يوسف يلعب الكره مع معاذ العياري، خالد الحاج يوسف فركس في لاعب الدائره يخير انه يلعب الكره مع معاذ العياري. شوف الدور الكبير اللي قاعد يقوم به على مستوى البلوكاج اللاعب رامي حمام ممتاز سهوله ممتاز في المرور رامي غريغا ممتاز لاعب ممتاز شوف سهوله في المرور كبير. شوف سهوله باساج دبرا اقصر منه معناها سهله جدا فما سهوله في المرور كانت من غريغا لاعب منضبط معناها من الناحيه الفنيه وقت اللي يلزم باساج دبرا يعمل باساج دبرا وقت اللي يلزم يسدد اون ابوي يسدد اون ابوي. خرجوا محمد المسعودي على مستوى الدفاع المفروض يخرجوا لانه قريب محمد علي يلعب كظهير ايسر معناها قريب برشا البنك الاحتياط التغيير يلزم يصير تغيير ما يخسروا شيء التغيير. قلنا انه مش قاعد يدافع كيما يلزم بسبب الاصابه وشوف الهدف لهنا بهاء الدين غبر بالامكانيات البدنيه اللي عندك يلزمك تكون اقوى من هكا مع لاعب علاش خرج حمام في الدفاع ولا نقطه استفهام محمد علي بكل امانه يعني خيارات فنيه اكيد لمحمد المسعودي. جهاد جاب الله عمل 5 على 5 100% نسبه نجاح في من الناحيه الهجوميه صحيح ممتاز اللاعب جهاد جاب الله على مستوى الهجوم مازال ما لقاش النادي الافريقي اللاعب اللي نجم يوقف دفاعيا جهاد جاب الله. محاولة تمرير كرة رامي حمام نشوف تمريرة خاطئة من خالد الحاج يوسف ترجع الكرة هجوم معاكس وممتاز التصدي من هيثم رزيق. خالد الحاج يوسف غريغا ويتحصل على رمية 7 أمتار. غريغا قاعد يقاوم من اجل انه ينهي المباراة قاعد يتوجع وقت اللي يخرج في الدفاع قاعد نتفرج في اللاعب هذا في بنك الاحتياطي قاعد يتوجع برشا واصرار من اللاعب هذايا يحب ياكد على قيمته الفنيه خاصه انه ما لعبش برشا في هذه الدوره مع النادي الافريقي. وهذا زبير الكوري ينجح في تسجيل الهدف 20-20 ينجح في تسديد رمية 7 أمتار بعد ما كان حمزة المهذبي هو اللي تولى تنفيذ 7 أمتار الأولى وإعادة لتصدي هيثم رزيق. مطالبين أيضا حراس النادي الإفريقي بالقيام بالتصديات باش يعاونوا الدفاع والهجوم تاعهم. ترجع الكرة مجددا لفريق الكويت الكويتي تنسيق اللاعب حاول البحث على الأظهرة ولو أن الأظهرة ما كانوش ناجحين في الشوط الأول نسبة النجاح في التسديد تقريبا كانت منعدمة. كرة من الجناح سهلة الكرة سهلة في القائم الأول سهلة الكرة في القائم الأول المفروض الحارس يبدأ واقف لهنا زاوية تقريبا شبه مغلقة فوق رأس الحارس المفروض أنه سهلة الكرة ما يتسجلش والكرة ترجع لي في يد النادي الإفريقي 21-20 يلزم إضافة متاع الحراس بكل صراحة يلزم معناها هيثم يعاون مع الامكانيات الكبيره اللي عنده مع التجربه تاع
طايف مرزي كرة الأخيرة كان نجم يرجعها وكرة تمشي للنادي الإفريقي لكن قبل بها هدف. هذا غريغا يلعب مع خالد الحجوز، خالد الحجوز في الواحد ضد واحد يمشي المعادل العياري، غريغا باش يطلع باش يمرر، ممتازة العملية هذا اللي حكيت عليه في الشوط الأول، التكامل بين غريغا ورامي حمام. رأي الكرة باش دخلت الرامي لانه رامي بفتح الاذرع نتاعو وبعمليه البيفوت الوقفه الصحيحه نجم تخلطوا الكره، وغريكا يحبذ برشا يلعب مع لاعب الدائره يمشي في الواحد ضد واحد، تدخل قوي. فما الاقصاء دقيقتين المفروض لهنا، المفروض فما اقصاء دقيقتين في المباراه باش ترجع الكره لفايت فريق النادي الافريقي، باش يرجع رامي حمام الكره كلاعب دائره يلعب مع غريغا، غريغا يهز راسه، غريغا يمشي بالواحد ضد واحد يتعدى، لكن شوف خطا الكبير في لاعب اللي مشى معتز اللي تخلى وعرض على زميله، معناها جاب المدافع ومفروض انه يقعد في الجناح لانه كانوا فما زوم لاعبين قدام غريغا. هذه التمريره الاولى ردوا بالنا يلزمنا نسد ويلزمنا نسدد في المرمى، غريغا الكره توصل الجناح خمسة تمريرات بالتالي تضيع الكرة على فريق النادي الافريقي والهجوم المعاكس محمد علي لفايت الكويت الكويتي، لكن يرجع لهجوم المنسق لانه عارف علاش الكويت الكويتي ما مشيش لهجوم المعاكس السريع، لانه متقدم هدف فارق ويحب يكون عنده معناها الامان باش يسجل هاد زوز اهداف فارق، وهذا كما قلنا فما شويه ماتوريتي تكتيك في الفريق الكويت الكويتي مقارنه بالنادي الافريقي. صحيح بالفعل ذاكر، والافريقي قاعد يقوم ببرشا اخطاء على مستوى الهجوم في اللقطه الاخيره، خمسه تمريرات وقت اللي رفعوا لحكام ايديهم تنبيها على اللعب السلبي، كان المفروض انه لاعب من النادي الافريقي يتحمل المسؤوليه ويسدد الكره، هذا ما صارش، كانوا خمسه تمريرات واعلن على اللعب السلبي. وهوني رميه سبعه امتار للكويت الكويتي يعلن عليها ثنائي التحكيم وخطا على مستوى الدفاع مره اخرى في النادي الافريقي. صالح علي هو اللي باش تولى تنفيذ رميه السبع امتار، قدامه هيثم رزيق، صالح علي وهيثم رزيق، وينجح في تسجيل الهدف هيثم رزيق، كان طالب بخطا على مستوى التنفيذ لكن الحكام ما شافوش الخطا ويسجل صالح علي الهدف 22 22 20. هذا الاسعار للفريق الكويتي انه يسجل هدف، معناها الفارق زوز اهداف بالنسبه ليه بكل الوسائل دون الدخول في التسرع واضاعه الكره، وهذا اللي قاعد يعمل فرق توا كما قلنا فما نضج تكتيكي نسبي للفريق الكويتي امام فريق النادي الافريقي. صحيح الافريقي مطالب انه مطالب بتعديل الاوتار على مستوى الهجوم وايضا على مستوى الدفاع باش يرجع في المباراه ويتمكن من الانتصار، ما تخشوش الكره كما يلزم الحمزه المهذبي متاكد يتصرف كما يلزم الافريقي في الـ في, الـ في الهجوم. تفضل متاكد محمد علي انه معتز بوبكر خرجوا المدرب بعد العمليه اللي كان قدام المهاجم، الديبار اللي قام به وقت اللي مشى باش يمشي كلاعب دايره مشى متاخر وبالتالي جاء قدام زميله ولا كانه مدافع سابع مع الفريق الكويتي، ومره اخرى باش يرفعوا ايديهم تنبيها باللعب السلبي الحكيم. هون التسديد قدام وسط دفاع وقت سنترال طويل في الكويت الكويتي اللي يتمكن من صد الكره وتغيير الكره بطلب من لاعبي الكويت الكويتي، كره اللي تبلل بالعرق يطلبوا تغييرها اللاعبين وهذا مفهوم. محمد المسعودي متغشش برشا واضح على الصوره، محمد المسعودي ماهوش فرحان بالاداء اللي قاعدين يقدموا فيه لاعبي النادي الافريقي الى حد الان، اكيد لاعبي الافريقي ممسوسين ذهنيا بعد مباراه الدور نصف النهائي اللي كان هزم فيها الفريق ضد الترجي الرياضي التونسي، مش هذا الوجه اللي وراه النادي الافريقي على امتداد الدوره قادم، قادر الافريقي انه يوري مستوى افضل من هكا. مهمه برشا الكره هذه للنادي الافريقي، فما خطا يقول ثنائي التحكيم للاعب الدائره واستبعاد لمده دقيقتين على زبير الجوري، هل كانت تستحق الاستبعاد اللقطه والهجوم هذا ام لا؟ بصراحه الحكام موش في افضل حالاتهم كل امانه، هذه العمليه الاخيره الكره رينيش زبير الجوري دخل في العمليه، ما فماش حتى ما فماش خطا يستحق اللاعب الدائرة عثر في ساق معاذ العياري، ما كانتش فما حاجه تستحق الاستبعاد لمده دقيقتين. برشا اخطاء قاعدين يقوموا بها ثنائي التحكيم المصري حسام هدايه وعلاء امام، هوني
خطأ في الهجوم ضد الكويت الكويتي. يلا يلزم النادي الافريقي يستغل الفرصه، يلزم الافريقي يقلص في الفرق ويرجع على مستوى النتيجه قبل ما يوصل للدقائق الاخيره للماني تايم في المباراه، وهو متاخر بالفرق هذا زوز اهداف. النادي الافريقي يلزم يرجع توا، يلزم يرجع بكري في المباراه. جماهير الافريقي ما زالت وراء لاعبيها وتشجع في لاعبيها رغم انه مع نهايه الشوط الاول عبرت على الغضب نتاعها، لكنها ترجع وتعضد الفريق. وقاعدين تسمعوا في جماهير الافريقي وراء لاعبيها، يلزم لاعبي النادي الافريقي يرجعوا في المباراه. معاذ العياري يسدد لكن تصطدم الكره بالقائم، والهجوم المعاكس يستغل الكويت الكويتي لعب النادي الافريقي بمرمى شاغر ويزيد يسجل الهدف 23-23. قلت يلزم لاعبي الافريقي يفيقوا ويلعبوا خير من هكا في هذا الشوط الثاني، ويلزم ينهيوا المباراه خير من هكا. صحيح غادرت الدور نصف النهائي، لكن الرهان اليوم مرتبه ثالثه، والرهان ايضا تلعب على اسم وعراقه صحيح وتاريخ النادي الافريقي. صحيح وهذا هو، ولو انه لهنا بصراحه معناها كما قلت تكتيكيا فريق النادي الافريقي فنيا قاعدين لاعبين يعطيو في هدايا للفريق الكويتي الكويتي. وقت مستقطع زيد محمد مسعود يحق ياخذ وقت مستقطع، قاعد يقوم برشا اخطاء في الهجوم النادي محمد علي. لا من بديهيات وقت اللي تلعب امتي جول تلعب بدون حارس مرمى انه الديكلونشمون معناها نتاع الهجوم يكون بسرعه، لانه اذا بتاخذ وقت تولي تطيح في المونتيجو وتولي ما عادش تنجم تلعب الهجوم كما يلزم. وقت مستقطع توا النادي الافريقي مرتين يلعب بدون حارس مرمى ومرتين يعطي كرات هديه للفريق المنافس، لانه تلعب من غير حارس مرمى يلزم بسرعه يتلعب بالهجوم باش توصل فيس على الحل قبل ما يصير لونتيجو وقبل ما تولي مضطر باش ترجع تلعب نقص عددي، وهذا اللي ما صار. ان شاء الله محمد المسعودي توا لانه فريق وقت كويت كويتي قاعد يتعامل بذكاء مع المباراه، خذ اهداف فرق ويحب يحافظ على نفس الفرق حتى نهايه المباراه. لكن النادي الافريقي قادر صراحة باش يرجع في المقابلة. أربع أهداف فارق سمح لي محمد علي، 24-20 أربع أهداف فارق. كنت معناها الفرق كنت تتمناها لا لا الفرق كبر في لحظات في 20-30 منهم زوز هدايا، زوز هدايا وتلعب بدون حارس مرمى معناها سجلوا هدف خذوا الفرق وفي أسرع وقت ممكن فريق الكويت الكويتي. أربع أهداف فارق، النادي الأفريقي مطالب لهنا باش يكون في أقصى درجة تركيز. مازال اللعب مازلت معناها تقريبا نصف شوط كامل، بالتالي مطالب بالتركيز اكثر ما يمكن. وشوفوا حتى المدرب الكويت الكويتي معناها مشر جاد جاب الله رتحوا حطوا في البنك، اللاعب الكوبي رتحوا حطوا في البنك، بالتالي عنده حلول لبقيه المباراه. على كل الفريق النادي الافريقي يدخل محمد امين لخضر في التركيبه الاساسيه لانه ما عادش نجم يعطي جريجا، يظهر لي الاصابه نتاعو قلقته، ورجع حمزه المذبي ايضا. تقريبا النادي الافريقي الان رجع التركيبه اللي رناها في المقابلات الفارطه باستثناء دخول محمد امين لخضر في التشكيله الاساسيه. كره اللي فات النادي الافريقي وسامر ميكي يخرج رامي حمام يلعب كره مع معاذ العياري، يمشي لخضر كمنسق لاعب، رميكي لخضر يتعدى في الواحد ضد واحد، كره فما اخطاء كبيره برشا، فما اخطاء وفتره شك وفتره فراغ في النادي الافريقي ما تصلحش حتى بالوقت المستقطع محمد علي. صحيح فتره فراغ كبيره قاعد يمر بها النادي الافريقي اللي مش قاعد يلقى في الحلول على مستوى الهجوم. محمد امين الاخضر ايضا مردود محير الى حد الان في الدوره، كل مره وقت اللي يدخلوا محمد المسعودي مش قاعد يعاون في هجوم النادي الافريقي، كانه مازال ما تاقلمش كما يلزم اللاعب هذايا ومازال ما تعودش بالاجواء في النادي الافريقي. الهجوم يرجع للكويت الكويتي، ما يلزمش النادي الافريقي على الاقل يقبل الكره هذه، اذا كان قاعد تعمل في الاخطاء على مستوى الهجوم على الاقل دافع كما يلزم. سيف العدويني يوصل الكره للاعب الجناح، يصعد من زاويه مغلقه لاعب الجناح يعقوب عباس يسجل الهدف الخامس ليه في المباراه والهدف 25، رغم انه شوف كيفاش الزاويه كانت مغلقه قدام اللاعب هذايا تقريبا من لونج زيرو، يطلع يسدد الكره وينجح في مغالطه سيف الزيري حارس النادي الافريقي اللي خذا مكان هيثم رزيق. ايضا حتى حراس المرمى ما عاونوش كما يلزم النادي الافريقي في مباراة اليوم. الافريقي ماهوش في نهاره، وهوني معاذ العياري يتحمل
مسؤوليه ويمشي بمفرده بعمليه فرديه، يمشي يدخل ما بين زوز مدافعين، يدخل في الانترفال ويسدد الكره ويسجل الهدف 21 للافريقي تقريبا بعد 5 أو 6 دقائق قعدت فيهم النادي الافريقي دون تسجيل اهداف. الكره باش ترجع مجددا للفريق الكويتي، الكويتي اللي في اتفاق محمد علي مع فريق الاهلي المصري كان فرط في زوج اللاعبين الاجانب نتاعو انجل دانيال انجل وايضا لاعب فرانكيس الثاني فرانكيس لفريق الاهلي المصري باش يلعب معاه في البطوله الافريقيه معناها القادمه 26 21 هذه التسديده الاخيره تقريبا جات جاب الله نسبه نجاح عاليه جدا 100% 6 على 6 يتمكن باش يسجل الاهداف لاعب الفريق الكويت كويتي لاعب الدولي التونسي الكرة ترجع مجددا لفيت النادي الافريقي تمشي الكرة دور للنادي الافريقي محمد من الاخضر في الواحد ضد واحد فما لاعب الدائرة بمفرده اخطاء تسرع عدم تركيز عدم تأطير كرة من محمد امين الاخضر لاعب يلعب ظهير موش طول قامة اللي تمكنه باش يعمل الفارق بالتالي كلها معطيات اللي خليته يمكن خارج الموضوع محمد امين الاخضر ان شاء الله يتدارك هذه الكرة رميكي فما مساحة مفتوحة قدامه فما مسك من الوراء مفروض اقصاء دقيقتين بالفعل اقصاء دقيقتين ما فيش معناها ما فيش اجتهاد العمليه الاخيره سيف العدواني اقصاء دقيقتين يغادر وتغيير ايضا في جاد جاب الله يخرج في الدفاع يدخل فرانكيس ذكر الشوط الاول انتهى على نتيجه 16-16 5 اهداف سجلها النادي الافريقي الشوط الثاني في المقابل 10 اهداف سجلها الكويت الكويتي في الشوط الثاني معتها برشا صعوبات على مستوى الهجوم للنادي الافريقي وايضا صعوبات على مستوى الدفاع في 17 دقيقة تقبل 10 اهداف برشا صحيح معناها النسبة اعلى من الشوط الاول لو كان نحسبوها اعلى من الشوط الاول هذا محمد امين الاخضر باش يطلع يعمل الكرة توصل الجناح في عملية التسلسل محمد علي البحري ممتاز ممتاز في القائمة الثانية بسهولة يحط الكرة في القائمة الثانية طريقة معناها فنية عادية جدا وطريقة كاديكال نتاع كرة اليد عملية الصعود يحل الزاوية يحط الكرة في القائمة الثانية ويتمكن باش يسجل هدف 22 26 22 أمام نقص في تركيبة الكويت الكويتي ما نعرفش علاش التمسك بطريقة 0 6 علاش ما تغيرش 5 مع 1 علاش ما تغيرش لمحاصرة لسيقة للاعب يمكن نخرجوا لاعب منسق اللاعب أنا نغيره فما برشا فريتي في كرة اليد راهو تنويع اللي مطالب مدرب هي مباراة إعدادية للكوب لكأس إفريقيا، بالتالي تنجم تغير لأنه الفارق توا بعد نسبياً، تنجم تحاول تلقى الحلول في هجوم فريق الكويت الكويتي، لهنا الحكام مطالبين رفع الكرة بالفعل، لأنه اللاعب خرج برشا مشى تقريباً وسط ميدان لهنا القوانين واضحة يلزم رفع اليد للإعلان على اللاعب السلبي وتغيير في حراس مرمى فريق الكويت الكويتي يدخل الحارس الأول هو المفروض أنه يكون حارس أول مع تصدي سيف الزعيري ثنائي هما قلنا ثنائي اشقاء ثنائي صفر علي وحسن صفر يدخل علي صفر في التركيبه الاساسيه والحارس هذا زاد حارس ممتاز جدا كره للعدواني يلعب الكره وشوف التفوق كبير تفوق كبير جهاد جاب الله على قد يمكن معناه نتاسف انه يسجل هدف ضد النادي الافريقي على قد انه لاعب تونسي بالاداء هذا بالمستوى هذا معناه يفرح برشا اللاعب جهاد جاب الله الكره اللي فاتت النادي الافريقي معاذ العياري يلعب مع الرميكي الرميكي لواحد ضد واحد هذا يمكن نقاط قوة أنا قلت اللاعب لكن في الأخير يضيع كرة. يضيع الكرة برشا أخطاء برشا تضييع للنادي الإفريقي على مستوى الهجوم محمد أمين الأخضر يحط الكرة بين قدمي الحارس علي أصفر لكن تصطدم بالعارضة 27 22 5 أهداف فارق للكويت الكويتي قبل 21 قبل 11 دقيقة على نهاية المباراة برشا الفارق للكويت الكويتي لكن قادر النادي الافريقي يلزم يرجع الافريقي في المباراه مازالت 11 دقيقه يلزم النادي الافريقي يتلافى الفارق هذا وفما تغيير خاطئ تغيير خاطئ واستبعاد لمده دقيقتين لسيف العدواني ويرجع الكره ويرجع الهجوم للنادي الافريقي يلزم تسجيل الهدف هذا للنادي الافريقي سيف العدواني ماهوش راضي على قرار الميقاتيين في المباراه وعلى الاستبعاد لمده دقيقتين
يلزم النادي الافريقي يستغل النقص العددي في دفاع الكويت الكويتي ويحاول تقليص الفارق بسرعه. النادي الافريقي الكويتي الكويتي منقوص من لاعب، يلزم الكره تدور اسرع من هكا على مستوى الهجوم. غريكا اوكليسن وتمريره خاطئه، ماهوش قاعد يستغل النادي الافريقي، برشا برشا الاخطاء في الافريقي على مستوى الهجوم، رغم انه الكويت الكويتي كان منقوص عدديا. صراحه مردود محاير في هذه المباراه، النادي الافريقي اسامه الرميكي يوصل الكره لمحمد مديمخ وعلي صفر ينجح في التصدي. شوط اول كبير قدمه حسن صفر، الان علي صفر ينجح في التصدي لاول كره، واخطاء عديده للافريقي. قلت مردود محير، صراحه ما مشى شيء في النادي الافريقي اليوم، لا حراسه مرمى لا دفاع لا هجوم. شنو الاسباب؟ حتى محمد المسعودي متغشش برشا على بنك الاحتياطيين، نرفزه كبيره لمحمد المسعودي، اكيد ماهوش فرحان بالاداء اللي قاعد يقدم فيه الفريق. صحيح قلنا النجم يكون النادي الافريقي ممسوس ذهنيا، وهوني الحكام يرفعوا ايديهم تنبيها باللعب السلبي، يخسر الكره فرانكيس، تمريره من غريغا لاعب النادي الافريقي، حتى الهجوم المعاكس مش قاعد يمشي كما يلزم، مرر الكره ورجع خذاها اوكليسن، احسن لاعب في النادي الافريقي، سبع هدف للاعب هذايا رغم انه يلعب مصاب منذ بدايه المباراه. شوف حتى في الجري نتاعو مش قاعد يجري كما يلزم، مش قاعد يحلف الفولي نتاعو كما يلزم، لكن قاعد يقدم في مباراة جيدة. غريغا مع النادي الافريقي احسن لاعب في تشكيلة الافريقي في مباراة اليوم رغم الاصابة. قلنا صحيح النادي الافريقي يكون نجم يكون ممسوس ذهنيا بعد الهزيمة في الدور نصف النهائي، لكن يلزمك تلعب افضل من هكا وخير من هكا، تلعب بقميص النادي الافريقي وباسم النادي الافريقي، يلزم تقدم مردود افضل من هذا. ان شاء الله يكون النادي الافريقي قادر على تجاوز هذا الفارق الكبير في بقيه دقائق المباراه. والهجوم للكويت الكويتي اللي ياخذ وقت مستقطع، مدربه هيثم الرشيدي ياخذ وقت مستقطع، وهذا قدامكم محمد المسعودي. هو محمد علي بكل امانه لازم نقتنعوا انه كره اليد الخليجيه تطورت، معناها كي نشوفوا تطورت برشا، تطورت برشا، معناها راهو كل الفوارق اللي كنا قبل معناها فارق كبير وكنا نتجاوزوهم، معناها ما عادش هذيا الفوارق هذيا، وبالعكس مع دعم خذوا افضل مدربين التوانسه، خذوا افضل مدربين معناها المصريين، ملاعبيه مع انتدابات نتاع لاعبيه في مستوى عالي، ونحكينا زوج ملاعبيه اجانب باش يلعبوا مع الاهلي المصري في البطوله الافريقيه، بالتالي راهو لازمنا نخدموا 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 باش نرجعوا للمستوى اللي سيطرنا فيه، لانه راهو اذا نحكيوا على كره اليد في الكويت، نحكيوا على تجربه العدنان بالحارث في الكويت كمدرب برشا، توا عصام اللحياني، اذا نحكيوا على قطر حدث ولا حرج على الاسماء الكبيره اللي مشات قطر، كره اليد السعوديه نفس الشيء، الاسماء الكبيره، البحرين غيره، معناها كلهم استفادوا من التجربه التونسيه، من الكفاءات التونسيه، وتطوروا مع الامكانيات الموجوده. بصراحه الفرق معناها فريق كويتي كان يصعب، كان نرجع اربع خمس سنين التالي يصعب انه فريق كويتي يجي لتونس ويفوز بالفارق هذا على نادي تونسي اللي اسمه نادي الافريقي، اللي معناها انجب اسماء، معناها لو كان نحسبوا ما نجموش نوصلوا باش نحسبوا الاسامي الكبيره، الاسامي الكبيره في النادي الافريقي بكل صراحه. هذه كرة ترجع للكويت الكويتي بعد وقت مستقطع، مدرب رتح الملاعبيه، ما فماش معناها تغيير، ما فيش يمكن سبب اخر، كرة الكويت الكويتي تقصد النادي الافريقي، يمشي الهجوم المعاكس السريع، محمد علي البحري في ملاعب الدائره بمفرده، حمزه المذبي يسدد وينجح، ينجح حمزه المذبي 28 24 22 دقيقه لاعب، مازال 8 دقائق على النهاية. يلا يلزم الافريقي يحاول يستغل فتره الشك على الاقل شويه في الدقائق الاخيره في الكويت الكويتي ويمشي ويقلص الفارق. ذكر كرة ترجع لفيت الفريق الكويت الكويتي، النادي الافريقي لهنا دي كونتراكتيه، المفروض انه توا الفارق هذا يلعب مرتاح، يغير طريقة الدفاع، هو طريقة الدفاع تغير تمشي 5-1 النادي الافريقي، ويطلعوا احيانا في حدود 3-3 ثم يرجع لصفر 6، معناها مع طريقة اللعب الفريق الكويتي الهجوم معاكس المرمى شاغر، وتسجيل هدف، تسجيل هدف 28-25 ما كانوش حتى يجوفوا في المرمى شاغر، معناها خطا في اخر وقت اللاعب محمد علي البحري باش او يسدد ويسجل الهدف 25 28 25
فرصه بصراحه للنادي الافريقي باش يرجع في المباراه. صحيح. لانه مازال الوقت، مازال وصلنا 8 دقائق كاملين المباراه، فتره شك قاعد يمر بها الكويت، الكويت الان ان شاء الله النادي الافريقي يستغل فتره الشك هذيا. قبيله هيثم الرشيدي وقت مستقطع، مازالوا ما رجعوش كما يلزم لاعبيه الكويت الكويتي على مستوى الهجوم. يلا دفاع اقوى للنادي الافريقي، وقادر ان شاء الله النادي الافريقي على انه يرجع في المباراه. الهجوم للكويت الكويتي، ورفع اليد تنبيها باللعب السلبي، ممتاز التصدي. لا صراحه، لا صراحه هذايا لا صراحه من الاول، لا من الاول فما خطا ضد المهاجم كل امانه، معناها لازم يرجع للعمليه. فما خطا ضد المهاجم، شوف العمليه، شوف المهاجم كيفاش مشى للمدافع، كره المفروض انه مرور بقوه، وكره اللي فاتت النادي الافريقي، لكن الحكم اعطاها للفريق الكويتي. برشا اخطاء ايضا من ثنائي التحكيم في حق النادي الافريقي اليوم، قاموا بعديد الاخطاء ثنائي التحكيم المصري. يلا سيف زيل ان شاء الله يتمكن من التسجيل، من التصدي، لكن ينجح صالح علي في التسجيل. حاجه اخرى محمد علي، المفروض انه تكون محضر اكثر من طريقه دفاعيه باش تفاجئ المنافس. لو كنت تقعدوا تلعبوا 0-6 مقابله كامله، راهو باش يلقى لك الحلول في الاولى، في الثانيه، في الثالثه. مفروض عندك الفاريتي نتاع 5-1، 5 مع 1، تطلع 3-3، تغير تبدل حتى خيارات تكتيكيه اللي كنت اللي قادم المباريات، انا تجربهم. راهو مش معناها قانونا انك تلعب نفس الطريقه التكتيكيه، غير باش توقف الفريق المنافس. انت قبل معناها فما فارق نتاع 4 و5 اهداف، لازمك تلقى الحلول بكل صراحه. هذه عامل الاخيره التدخل، فما دفع من هنا، والحكم يرجع لتسعة أمتار. ثنائي التحكيم المصري، لثنائي التحكيم المصري قاعدين يلقوا الحظوة نتاعهم صراحة، بفضل معناها شكون معناها المصريين اللي موجودين في الاتحاد العربي ولا حتى في الاتحاد الدولي محمد علي، معناها يلقوا في الحظ نتاعهم. صحيح، ونعرفوا أنه على رأس الاتحاد الدولي لكرة اليد مصري، وايضا موجودين الاشقاء الدكتور حسن مصطفى، تبارك الله، سنوات على راس الاتحاد الدولي لكره اليد. كما قلت ايضا عديد الاشقاء المصريين في عديد المهام الكبيره في الاتحاد العربي والاتحاد الدولي. وصراحه كره اليد المصريه ايضا قاعده تتطور برشا، تحسن برشا، قاعده مسيطره على الكره الافريقيه في السنوات الاخيره. وشوف الخطا لهنا، ما يتمكنش رامي حمام من اخذ الكره. 29-25، 4 اهداف فارق قبل 4 دقائق على او 6 دقائق على نهايه هذا الشوط الثاني ونهايه المباراه. يلا يلزم دفاع النادي الافريقي اذا كان يحب يرجع الافريقي في المباراه، ما يقبلش الهدف هذا، الكره هذه ما يلزمش يقبلها النادي الافريقي. فما خطا في الهجوم ضد سيف العدواني، عوده سريعه برشا للكويت الكويتي في الدفاع، ما يتمكنش انه يرجع بالهجوم المعاكس. ممتاز المرور من غريغا وينجح في تسجيل الهدف 26 والهدف الثامن ليه في المباراه. ممتاز جدا اللاعب هذا، حيوب بالاصابه هذيا قاعد يقاتل، قاعد يقاتل، قاعد يعفس على 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 قلبه باش يكمل المباراه، لانه قاعد يتوجع برشا. محمد علي مش قاعد يقرا في حساب، يمكن الاصابه هذه تنجم تمنع مده طويله ما يلعبش، معناها بكل حتى وراه هذه عقليه احترافيه، حط كل شيء وراه ويلعب ويقدم مقابله، رغم انها مقابله ترتيبيه معناها. صحيح. لكن فما المريول اللي يلعب لابسه قاعد يلعب ويدافع على الحضور نتاعه حتى لاخر لحظه. بصراحه تحيه لجريكا. 5 دقائق محمد علي لنهايه المباراه، العدواني يحاول يطلع يسدد لكن تدخل من حمام. 5 دقائق بالضبط، 29-26 المقابله. لو كان النادي الافريقي يرجع في الكره هذه، الكره هذه مهمه برشا، ان شاء الله النادي الافريقي يكون قادر على العوده. والكره هذه ما تقبلش هدف بالطريقه هذه، سيف الزير ما يلزمش يقبل هدف بالطريقه هذه. شوف طريقه الوقوف صراحه، شوف طريقه الوقوف وطريقه التعامل نتاع الكره وطريقه رفع الساق من سيف الزير. شوف كيف يدور للمرمى، يرجع يوخر المرمى، وشوف كيفاش يرفع الساق نتاعو، رغم انه اللاعب كان سعد من زاويه مغلقه، الا انه ينجح في تسجيل الهدف السابع في رصيده، والهدف 30-26. يتحمل سيف الزير مسؤوليه الهدف الاخير، كان نجم يتحمل احسن مع الكره هذه، لانه طريقه الصعود ممتاز، الهدف من اسامه رميكي، طريقه الصعود نتاع اللاعب الجناح في الكويت الكويتي، ما نجمش يسدد كره قويه وما نجمش يبدل تقريبا، باش في نجم يحط كره كان في القائم الثاني. صحيح، وحكينا بكري على يمكن الذكاء والدهاء التكتيكي للفريق الكويتي. الفريق الكويتي ولا ياخذ تقريبا في دقيقه في الهجوم،
ياخذ في وقته في الهجوم، يطول برشا في الـ في الـ في الهجوم فريق الكويتي لانه يحب انه يقعد محافظ على الفارق، هذا لا يتسرع. شوف قديش قاعده تدور الكره للفريق الكويتي باش يديكلونشي باش ينطلق الهجوم. كره للكويت، الكويتي محاوله المرور باش توصل الكره للجناح، يعاود من الجديد. اربع تمريرات الى حد الان وتكمل في المرمى، وتكمل في المرمى. اربع تمريرات وصلت لسيف العدواني، اللاعب اللي يسدد واللاعب اللي واضح انه هو باش يتودى تسديد الكره وما يخرج عليه حتى من 10 امتار، من 10 امتار وما يخرج عليه حتى لاعب، وما يحاول يقلقوا حتى لاعب ويخليوه يسدد بالطريقه هذه مرتاح. ظاهر النادي الافريقي ذهنيا ماهوش حاضر كما يلزم للمباراه هذه. النادي الافريقي والافريقي في الهجوم 31 27 قبل 3 دقائق على نهايه المباراه. صعبه المباراه على النادي الافريقي خاصه والكويت. الكويتي قاعد كما حكيت ذاكر ياخذ في وقته كما يلزم على مستوى الهجوم، يطول في الهجمه اكثر ما يمكن. شفنا الهجمه ممتاز مره اخرى، غريغا يتمكن من الحصول على رميه 7 امتار واستبعاد لمده دقيقتين. جهاد جبل الله، جهاد جبل الله هو اللي وقع الاستبعاد نتاعو لمده دقيقتين. قلت الكويت، الكويتي قاعد يطول في الهجوم تقريبا في الهجمه هذه مع اخر تمريره، واللاعب اللي يلزمه يسدد بالنسبه لي ما يعلنوا على اللعب السلبي هو اللي سدد. لا وبالنسبه لي حتى لو كان ضيع الكره ما يقلقوش فريق الكويت لانه عمل دقيقه دقيقه ونصف، معناها بالنسبه ربح لي الوقت، الوقت اكثر من الافريقي يجري وراء الوقت وراء النتيجه. ليسونسيال بالنسبه لي ياخذ اكثر وقت. شوف جهاد جاب الله نسبه نجاح 100% من الناحيه الهجوميه، اقصاء لمده دقيقتين تقريبا، اول اقصاء لجهاد جاب الله بعد 57 دقيقه لعب، معناها لم يحرج النادي الافريقي، لم يحرج جهاد جاب الله من ناحية دفاعية بكل صراحة. محمد علي البحري في تسديد الرمية، رمية 7 أمتار اللي فات فريق النادي الإفريقي اللي نجم يرجع في مستوى 31 28 مستوى إلا ثلاثة إن شاء الله. لباس جاد جبل الله لاعب المنتخب الوطني التونسي اللي عمل تجارب متعددة، مر حتى بالتجربة السويدية، معناها وما بالك ما تجربة في البطولة السويدية. محمد علي البحري باش يستفد الرمية 7 أمتار قدام علي صفر حارس فريق الكويت الكويتي. محمد علي البحري يسدد وينجح على يسار الحارس. يلا محمد علي نحاولوا من توا نشوفوا فريق الكويت الكويتي في دقيقه 57 و30 ثانيه ياخذ الهجوم، نشوفوا تقريبا قديش باش ياخذ وقت في الناحيه الهجوميه باش ياخذ وقت في تدوير الكره. يقدم الدفاع النادي الافريقي، يلزم يقدم شويه دفاع النادي الافريقي باش يحاول يقطع الكره وباش يحاول ما يخليش الكويتي الكويتي يلعب بالراحه هذه وما يخليهمش ياخذوا وقتهم كما يلزم او يرفعوا الحكام ايديهم تنبيها باللعب السلبي، لانه واضح الكويتي الكويتي قاعد يحب يطول في الهجوم وقاعد موخر برشا، لذلك رفعوا ايديهم للاعلان على اللعب السلبي الحكام. 31 28 قبل دقيقتين، اقل شويه من دقيقتين على نهايه المباراه. تسديد يعكس الهجوم النادي الافريقي، حمزه المهذبي وينجح في تسجيل الهدف 29 31 29. يلا دقيقتين قادر فيهم النادي الافريقي عن العوده في المباراه، ان شاء الله يرجع الافريقي في المباراه هذه. والهجوم الاخير 43 ثانيه قعد فريق الكويت الكويتي في الهجوم، ورغم انه رفع اليد من الاعلان على لعب السلبي 43 ثانيه راهم برشا في كره اليد من الناحيه الهجوميه، لو كان كل مره يعمل ب 43 ثانيه راهو الفريق الكويتي باش ياخذ برشا وقت. الحكام يلزم يتفطنوا لهنا، حكام يلزم يتفطنوا على الانتيجو اللي قاعد تقوم به الفريق الكويتي ويزو يديهم الاعلان على اللعب السلبي. هذا اللي صار، رفع يديهم ما يلزمش يسدد اللاعب هذا، يلزم يخرج، فما خطا على مستوى الهجوم للكويت الكويتي، كيف فما خطا على خالد الحاج يوسف ما يتفطنوش ثنائي الوقت مستقطع خذلك لانه المدرب مستقطع قبل تقريبا قبل الخطا بالضبط، هذاك علاش ما اعلنوش على الخطا ثنائي التحكيم، وقت مستقطع يطلبوا هيثم الرشيدي. يلا ان شاء الله النادي الافريقي يكمل كما يلزم في الدفاع في اللقطه هذه، ما يقبلش الهدف هذا النادي الافريقي، يعكس الهجوم بسرعه النادي الافريقي، ان شاء الله ينجم ويكون قادر على العوده في المباراه. مازالت دقيقه و10 ثواني على نهايه المباراه، الفارق زوز اهداف للكويت الكويتي. المسؤوليه والماموريه صعيبه، لكن ان شاء الله النادي الافريقي يكون قادر على العوده في اللقاء. اذا كان النادي الافريقي يقطع وما يقبلش الهدف هذا ينجم يكون قادر الافريقي. الكره هذه مفتاح، يلزم النادي الافريقي
يفك الكره هذه، لازم النادي الافريقي ما يقبلش الكره هذه. سيف الزاير في حراسه المرمى، شوف قداش من تمريره، شوف قداش من تمريره محمد علي، يبدو لي زوج تمريرات، يبدو لي زوج تمريرات فقط هنا للدفاع والهجوم، اعطاهم الاشاره ثنائي التحكيم المصري، بالتالي لهنا فيجيلونس، يلزم العينين محلوله كما يلزم من حراسه المرمى من الدفاع، لانه حضر تكتيكمون المدرب الكويتي، حضر على الكره على شكون باش تكمل. لازم سيف العدواني هو اللي باش يتولى التسديد، يسدد ويمزح. خطأ قدامه ثلاثة لاعبين في الدفاع من النادي الافريقي، ما نقص حتى لاعب تقريبا، فما لا محمد علي صار خطأ في التواصل ما بين حراس المرمى والدفاع، الدفاع مشى الكونتر ونفس الاتجاه مشى معاه حارس المرمى. صحيح معناها خطأ في لقطات كيما هكا يتقسم المرمى ما بين الحارس وما بين الدفاع، ياخذ الدفاع برومي بوتو الحارس دوزيام بوتو ولا العكس، سلون شنو يتفاهموا عليه في التمارين هذا اللي ما صارش. سعد اللاعب وحط الكره بكل راحه وتمكن من تسجيل الهدف، ما كانش يلزم يصعد ويسدد الكره بالراحه هذيك. صعبه المباراه تقريبا حسم المباراه الكويت الكويتي. اقصاء نهائي ليعقوب عباس محمد علي اللي قاعد يناقش اقصاء نهائي ليعقوب عباس قبل 41 ثانيه على نهايه المباراه 32-29، فما نقاش واقصاء وايضا باش يكون فما تقرير. اللاعب هذا لاعب يعقوب عباس الورقه الزرقاء معناها الشهيره، انه اكثر من الاقصاء باش تم في تقرير اللاعب هذا باش تم معاقبته معناها لمده طويله في مسابقات الاتحاد العربي لكره اليد. ما فهمناش علاش معناها الخطا كان موجود، ما فهمناش علاش بالنسبه للاعب هذا فما اقصاء لمده دقيقتين. يمكن كان الاحتجاج على العمليه، على كل يغادر اللاعب هذا، فما اصابه اللاعب الكويتي سيف او اصابه اللاعب الكويتي مشاري الشمري. مشاري الشمري تعرض لاصابه 32-29، ثلاثة اهداف فارق، 21 او لاعب دقيقتين لاعب. اقصاء للاعب كما قلنا اللي تم اقصاؤه نهائيا يعقوب عباس، 41 ثانيه على نهايه المباراه 32-29، واقصاء دقيقتين ايضا. معناها اللاعب اللي قام بالخطا واضح هو اللاعب اللي اصيب هذا، واللاعب الثاني على الاحتجاج هو قدامكم العمليه، هو على الاحتجاج مش هو اللي قام بالخطا، بالتالي توا فريق الكويت الكويتي باش يكون منقوص من صوت لاعبين وكل شيء وارد. محمد علي لو كان الافريقي يعرف يتعامل مع الـ مع الـ مع العمليه ومع ما تبقى من التوقيت كل شيء وارد، يلزم لهم في الدفاع، في الدفاع يلزم رجل لرجل الافريقي يسرع في الهجوم ويسجل في اقرب وقت، وهذا اللي تم ممتاز جدا الهدف. يلزم يلعبوا الكره تو الحكام لابس يرفعوا ايديهم على الحكام انهم يرفعوا ايديهم حتى بعد التمريره، والا زوز اذا كان الفريق ما يمشيش للهجوم قادرين انهم يرفعوا ايديهم، يحاول يمشي من الجناح وينزح في تسجيل الهدف على مستوى الجناح، واستبعاد لمده دقيقتين. واضحه الكره هذه في ابجديات كره اليد، وقت اللي يقدم الدفاع يحاولوا اللاعبين الاجنحه يمشيوا هما يجريوا ويجدوا معاهم الدفاع، وهذا اللي صار. النادي الافريقي اليوم كان قادر انه يقدم مباراه افضل من هذه، اكيد مباراه جرب فيها عديد اللاعبين. محمد المسعودي حاول يشوف فيها اكثر حلول، شاف مستوى عديد اللاعبين اللي ما عولش عليهم برشا في البطوله العربيه. مباراه ماهيش ما فيهاش رهان كبير، يمكن محمد المسعودي خمم انه يجرب اللاعبيه يلعبهم قبل بطوله افريقيا باش النادي الافريقي يكون حاضر كما يلزم في المغامره الافريقيه. اكيد القف على الامكانيات عديد اللاعبين. محمد المسعودي يفشل ايضا هنا رامي حمام في تسجيل الهدف قبل 8 ثواني على نهاية المباراة. قلت محمد المسعودي جرب عديد الحلول، أكيد أن النادي الأفريقي سيكون بمردود أفضل من المردود اللي قدمه اليوم، لأن النادي الأفريقي ما ينجمش يكون أخيب من مباراة اليوم. 33-30 انتصار الكويت الكويتي اللي يحسم المباراة، تنتهي المباراة. مبروك للكويت الكويتي الانتصار والمركز الثالث. قلت النادي الافريقي ما ينجمش يكون في مباراه اخيب من المباراه هذه في البطوله الافريقيه، ان شاء الله يتحسن مردود النادي الافريقي خير من هكا في البطوله الافريقيه.
واكيد باش يتحسن النادي الافريقي، لانه كما قلنا ذاكر مباراه جرب فيها عديد الحلول، جرب فيها عديد اللاعبين. محمد المسعودي مدرب النادي الافريقي عطى وقت لعب لبرشا لاعبين ما اعتمدش عليهم برشا في البطوله العربيه، اكيد يحاول يلقى اكثر حلول بالنسبه للبطوله الافريقيه. مباراه يلزم يستخلص منها الدرس النادي الافريقي ويحاول تلافي الاخطاء اللي قام بها على مستوى الدفاع وعلى مستوى الهجوم في انتظار الاستجوابات الفوريه مع زميلتي هداء المزوغي. ايضا سيتم الاعلان عن احسن لاعب في هذه المباراه، ننتظر الاعلان عن احسن لاعب في المباراه. تعودنا برشا يعطيوها للفريق الفائز، لكن قادر فما تكريم للحكام الساعه، فما تكريم لثنائي التحكيم اللي ادار هذه المباراه. قلت نجموا يمنحوها ايضا لغريغا، قدم مباراه صحيح. كبيره لاعب النادي الافريقي، تعودنا باللجنه الفنيه تعطيها خاصه للواحد من الفريق الفائز، لكن غريغا قدم ايضا مستوى ومردود كبير مع النادي الافريقي. جماهير النادي الافريقي كانت متواجده في القاعه وراء فريقها، والافريقي كما قلت هو الاكيد محمد علي الدروس لازم يستخلصها. فما برشا ملاعبين شبان والمارج دو بروغريسيون نتاعهم كبيره برشا، صحيح معناها المستقبل واضح. النادي الافريقي عنده برشا ملاعبين ريناهم ان شاء الله. صالح علي هو افضل لاعب، وحتى استراتيجي في النادي الافريقي كانت واضحه في بدايه الموسم، ذاكر انتداب ملاعبيه شبان، اكيد لاعبين الشبان هذوما باش يكونوا قادرين على الاضافه للنادي الافريقي مع مرور المباريات، مع انهم ياخذوا اكثر وقت، مع يصير اكثر التجانس في وسط الفريق اكيد سيتحسن مستوى النادي الافريقي، وان شاء الله يبدا التحسن من البطوله الافريقيه القادمه. النادي الافريقي ما لازمش يخجل من هذه المرتبه الرابعه، لازم يبني لانه فما ملامح بناء، فما ملاعبيه، فما ملاعبيه، فما بهاء الدين غبر، فما ريان عطيه، فما ابو بكر، فما معناها الحارس الزايري، الحارس الثاني، كلهم هذوما ملامح نتاع فريق نتاع مستقبل، لكن وقت يجي بالمسابقات هذوما ومحظوظين صراحه ملاعبيه كي لقاو مسابقه عربيه وبعد مسابقه افريقيه مع المستوى في الدوري التونسي، نصور انه باش يطور المستوى نتاعه. وملاعب يراه مهما كان محمد علي راهم يطور كان بالمباريات صحيح، وبالمستوى هذا بالمستوى العالي يطور، يفهم من يقف، يفهم وقتاش يدور، يفهم وقتاش يمشي يحل الزاويه، وقتاش يسكر الزاويه، راهو مهم جدا المقابلات هذوما. وذاك علاش محمد المسعود اعطى برشا فرصه للملاعبيه ما شاركوش برشا في مباريات البطوله العربيه. هاو يجي محمد المسعودي مشكور، محمد المسعودي رغم الهزيمه يجي مع زميلتي هداء المزوغي للاستجوابات الفرديه. اكيد محمد المسعودي تحسن برشا النادي الافريقي منذ قدوم محمد المسعودي للفريق، واكيد باش يزيد يتحسن النادي الافريقي. تفضل هدى. شكرا ليك دالي، معايا محمد المسعودي. اليوم النادي الافريقي كمل في المركز الرابع في هذه البطوله العربيه، ماناش باش نكونوا قاسيين على النادي الافريقي لانه فما بوادر نتاع حاجات طيبه تنجموا تبنيوا عليها وتدخلوا بها للبطوله الافريقيه وبعد للشامبيونا. والله حبيت نقول حاجه، احنا راهو اول حاجه راه عملنا مباراه طيبه، ثاني حاجه حبيت نشكر الملاعبيه نتاعي وخاصه خالد الحاج يوسف اللي معناه هذا ابن النادي ووقت اللي استحقيناه لو جاء مشكور، معناها هذونا هما اللاعبين معناها اللي نحبوهم. ان شاء الله الملاعبين اللي موجودين يمشيوا على منوال خالد. دونك حبيت المباراه هذه بطبيعه الحال احنا حابين نكونوا بوديوم اليوم 3، عملنا مجهود، لعبنا ثم اغلعت كالعاده، دونك ان شاء الله بال بال بال, بال, بال معناها بالمقابلات الجايه نكونوا احسن من هكا. نحن نعرفوا ظروف في النادي، باش نكونوا واضحين، خروج 7 لاعبين ديريكتومون تلقى روحك تلعب في نهائي كاس، بعدها بجمعتين تلقى روحك تلعب في بطوله عربيه، باش نبداو عارفين البطوله العربيه ما هي سهله، هاكم رينا المستوى، دونك هنا رينا الفرق الخليجيه وين وصلوا، فرق معناها فريق المصري، دونك ترجي الرياضي، احنا الحمد لله احنا كاتريام وراه معناها فرق معناها محترمه، دونك المستقبل لينا باش نزيدوا نخدموا ونزيدوا باش نجيبوا ملاعبي ولا اثنين باش يعطينا الاضافه اكثر من هكا. تبقى حبيت نشكر الملاعبيه نتاعي والمسؤولين نتاعنا، رانا قمنا بالواجب،
اكثر من الطاقه نتاعنا. شويه صبر لازم نتعلم ونصبروا شويه على الفريق نتاعنا. صحيح جينا في ظروف صعيبه يمر بها النادي، دونك ان شاء الله باذن الله الفريق هذا اللي يفرح الجمهور الموسم الفارط بصعوبات كبيره، ان شاء الله المره هذه نفرحوه باذن الله. يصبروا علينا شويه، يصبروا على الفريق. الاولاد معناها عاملين مجهود كبير، راه ما لازمناش معناها نحكموا عليهم كيما نقولوا احنا معناها الفريق. لا لا لا، فريق في طريق طيب، شويه صبر باذن الله، ان شاء الله ربي يوفقنا باذن الله. محمد اليوم بديت بفريق اخر تقريبا، غيرت 90% من الفريق، شوا منك ولا للضروره كان هذا ولعبت ايضا بطريقه واحده؟ بيان سور الشوا نتاعي انا هذا كله، ما لان علاش مدرب لانا للنادي الافريقي، هذا اختياري انا، وعندي ثقه في ملاعبيتي وملاعبيتي عندهم ثقه فيا. وقت اللي غيرت لقيت لعب اولادي ما قصروش، معناها اللي على بنك الاحتياط ولقى روحه يلعب، دونك عطاه ما عنده. وهذا هو النادي الافريقي، هذه هي المجموعه نتاعنا، مجموعه انه كل جوار ما ننساوش اللي عندنا اصابات، ما ننساوش اللي عندنا تعب، دونك هذا الكل ده داخل في المباراه. دونك باش تغير ملاعبيه وتهبط ملاعبيه اخرين هذا كله عادي، ان شاء الله هذا هو الفريق نتاعنا، وهكا باش ان شاء الله نبنيو على البطوله العربيه هذيا، ونحاولوا باش نزيدوا ملاعبي ولا اثنين على مستوى معناها خاصه على مستوى معناها الصواعد، ويرجع فريقنا زينا. اليوم اعطينا فرصه الباها غبر، اعطينا فرصه اسمه حميده، دونك ان شاء الله نكون احسن من هكا باذن الله ان شاء الله، والقادم افضل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعطيك الصحه محمد، نرجع لك دالي. ودي شكرا محمد. تقريبا محمد المسعودي لخص كل شيء، تصريح محمد المسعودي نتاع مدرب رزين حمال ملاعبيه نتاعو، صارح الجماهير قال لك برشا لاعبين غادرت النادي الافريقي، سبعه ملاعبيه، وما هو سهل انك تعاود فريق من اول وجديد، وهذا كلام منطقي وكلام معقول، واكيد النادي الافريقي سيتحسن مع قادم المباريات ومع قادم الاستحقاقات. إن شاء الله بالتوفيق للنادي الإفريقي في البطولة الإفريقية القادمة. مشاهدينا الكرام يعطيكم الصحة على متابعتكم، نتقابلوا إن شاء الله 5:30 مع النقل المباشر للدور النهائي لهذه البطولة العربية اللي بتجمع الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري مباشرة على الوطنية الأولى. إلى اللقاء.